السعادة، الحب، الفرحة عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع ياسمين. معذرة تعبانة النهاردة وصوتي طبعا مش واضح قوي. تعالوا النهاردة قبل ما نقول لكم الموضوع المهم اللي احنا عايزين نتكلم فيه، عايزين نرحب معانا في تقديم الحلقة بتاعتنا النهاردة بالإعلامية سحر بدوي. أهلا يا بيك يا سحر، يا ياسمين، نورتينا النهاردة في البرنامج. بنورك يا حبيبة قلبي، البرنامج منور بنورك. تسلمي. علشان النهاردة الفقرة بتاعتنا هتكون فيها أسك ياسمين اسأل ياسمين. جات لنا أسئلة كتيرة جدا على الفيديو بتاعتنا، مهمة جدا في تربية ولادنا. علشان الأسئلة دي مهمة، احنا جبنا لكم حد مهم يرد لكم على الأسئلة دي. تعالوا النهاردة نرحب بدكتورة رحمة عبد الرحمن، باحثة دكتوراه في التوحد والتربية الخاصة. أهلا بيك يا دكتورة رحمة. عاملة إيه؟ الحمد لله يا رب دايما بخير كده. ميرسي ليكي، نورتينا جدا. ميرسي، ده بنورك. ميرسي قوي. مبدئيا دكتورة رحمة، احنا بنشكر حضرتك اللي حضرتك نورتينا النهارده. وعايزين قبل ما نبدا الاسئله بتاعتنا نبدا الاول نعرف حضرتك وسر اهتمامك بالتوحد، وان حضرتك سجلتي دكتوراه. عايزين نعرف اهتمامك بالتوحد بناء على ايه. هي من البدايه خالص الحقيقه انا خدت كورسات من البدايه، خدت كورس تعديل سلوك، خدت كورس التحليل السلوك التطبيقي والار بي تي من البورد الامريكي، ما شاء الله ما شاء الله، وخدت دبلومه التخاطب في اضطرابات التواصل والكلام جامعه عين شمس، وماجستير تربيه خاصه، ودلوقتي انا بسجل دكتوراه تربيه خاصه. ما شاء الله ما شاء الله. البدايه خالص من بدايه الكورسات اللي انا خدتها، من العمل التطوعي والشغل في المراكز والتعامل المباشر مع الاولاد والامهات، وان انا اسمع شكواهم، وان هي الام بتلف كتير قوي عقبال ما تشوف التشخيص السليم للولد، وان هي تقدر تنمي مهارات ابنها. ده اللي خلاني بصراحه ابقى يعني متشوقه جدا ان انا ادخل في المجال التربيه الخاصه، وان انا اخد الدراسات دي وادعم نفسي واقوم بالدراسه دي. ما شاء الله يا دكتور. طب عايزين النهارده اول سؤال جالنا على البيتش مهم جدا. ام بتقول انا رحت بابني لاخصائي علشان اشخصه، الاخصائي ده شخصه قال لي ان ابنك عنده توحد، وطبعا انا خفت جدا وبدات اخاف، فرحت بعدها اشتغلت معاه فتره، ورحت بعدها الاخصائي تاني قال لي ان ابنك لا ما عندوش توحد، هو عنده حرمان بيئي. دلوقتي انا مش عارفه ابني ايه. تمام. انا هقول لاي ام شكت او اي حد قال لها ان ابنك عندك توحد، هقول لها لازم نثقف نفسنا يا جماعه، لازم تمشي بترتيب معين، علشان من سوء التشخيص والخلط بين الاضطرابات وان ابنها هيكون عنده توحد، ما بيبقاش عنده توحد ويكون عنده بس فقط حرمان بيئي، عنده فقد لبعض المهارات. هقول لها اول حاجه لازم حضرتك تروحي لدكتور مخ واعصاب يعمل لنا رسم مخ، لازم نتاكد، نعمل كشف سمع، نتاكد اذا كانت بيسمع الولد كويس، مفيش ميه ورا الطبله، السمع كويس، ضغط السمع كويس. بعد كده انا بتوجه لمراكز التربيه الخاصه عشان اقدر من بعديها ان انا اعمل خطه علاجيه واقدر اشتغل على مهارات الولد، واللي عنده القصور في مهارات انا بقدر كمان انميها. وبدخل طبعا صح عند دكتور المخ والاعصاب، لازم لازم ولازم نعمل اختبارات سمع، لازم اتاكد ان الولد ما عندوش اي التهابات، ما عندوش ميه ورا الودن، لازم اتاكد من الحاجات دي كلها علشان يقدر يتواصل معايا. تمام دكتور. عايزين نعرف الفرق ما بين التوحد وما بين الحرمان البيئي وخصوصا التوحد. تمام. انا اي ام ما بتيجي بتقول لي يعني هو انا لو ابني اتصاب بتوحد يعني ايه توحد، هقول لها هو اضطراب نمائي. هتقول لي يعني ايه اضطراب نمائي؟ هقول لها خلل في الجهاز العصبي، وهسكت على كده. لكن هنيجي اللي هنعرف بعد كده الحرمان البيئي، وهنقول ايه هي الـ خصوصا التوحد. الحرمان البيئي بيكون طفل طبيعي مفهوم، ما عندوش اي اعراض، حاسه السمع كويسه، لا يعاني من اي مشكلات، لكن قعد قدام شاشه التلفزيون لفتره طويله. دي مشكله لأن كمان كبيره قوي يا دكتور، يعني امور كتير جدا بيبقوا مش واخدين بالهم اصلا منهم خالص. الفكره كمان ان احنا اللابتوب، الموبايل، التلفزيون، حتى كمان التلفزيون بقى فيه نت، بقى عباره عن ان الولد علشان اعرف اعمل شغلي او اعرف اتكلم في التليفون او علشان يبعد عن الزن شويه، فبقول له طب اقعد شويه علشان اعرف اعمل اللي وراي. بيندمج جدا قدام شاشه بيستقبل منها، بتلاقي الولد عصبي جدا، نيرفي جدا طبعا. على طول بيتنطط في كل مكان، هو مجرد عمال بيستقبل كمان العدوانيه وبيتعلم اكيد
بيبقى متشتت جدا، ما بيبقاش الادراك بتاعه بيقل، الانتباه بتاعه بيقل، الذاكره بتقل، ما بيبقاش ثابت في نفس المكان. فعلا. انا بقول لها ببساطه كده ان احنا علشان الولد ما يتعرضش لحرمان بيئي، اهتمي بابنك، بصحه ابنك، نمي مهاراته، نمي انتباهه، نمي ادراكه، اتكلمي معاه، تفاعلي معاه، تواصلي معاه انتوا في البيت، انت وحضرتك وبابا وماما واذا كان في ولد. انا هيجي تاني الموضوع التوحد. التوحد احنا قلنا ان هو اضطراب نمائي او خلل في الجهاز العصبي. طب يعني ايه الكلام ده؟ طب يعني انا هتقولي طب ايه اعراضه او ايه مشكلته؟ عايزين الام تعرف فعلا اللي بتشوفنا دلوقتي حتى لو هي ما راحتش الاخصائي تعرف ان ابني عنده توحد مفرط. ايه الاعراض؟ هقول لها من بدايه الثلاث سنين الاولى او من بدايه ثلاث شهور لحد ثلاث سنين الام لازم تكون عندها ملاحظه دقيقه جدا جدا ان هي تعرف الاعراض اللي هي بتظهر عليها التوحد. زي ايه مثلا؟ ان هو في بدايه الثلاث شهور الولد مش بينغيها، لما بتعمله غ ما بينغيش، ما بينتبهش لمصدر الصوت، ما بيبصلهاش، لما حتى لو صوت مفاتيح الولد قدامه ما بيبصش عليها، ما بيبصش عليها خالص. دي البدايه اللي احنا ممكن نقدر نقولها نشوف ان احنا دخلنا في مرحله التوحد. طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الاعراض بتزيد اكتر، السمات بتزيد اكتر، والخصائص الطفل بتزيد اكتر. زي ايه مثلا؟ بيبقى عنده مشاكل في الاكل، مشاكل في النوم، اضطرابات في النوم، ممكن عنده ايذاء نفسه ونحو والايذاء للاخرين، عنده عدم قدره على التواصل، ما بيقدرش يتواصل معاكي خالص، ما بيقدرش بيتفاعل معاكي، نظره العين مفيش، ما بتتواصلش حتى ولو ثواني، بتحسي بجمود. بعض الامهات بتصف مشاعر كمان، كل ده الامهات التوحدي. وبعض الامهات بتصف الطفل ده كانه حجر، مفيش اي، ما بيفهمش يعني تعبيرات وشك، حتى لو عملت ان انا زعلانه هو مش فاهم. لا مش فاهم ده خالص. طيب في ام يا دكتور بتسالنا برده سؤال على الصفحه، انا عايزاكي تقولي لها من اللي هي قالته ده ابنها ايه او تتوجه لايه. بتقول لك ان في ان ابني بيعمل حركات غريبه قوي غير كل الطفل، يعني مثلا بنبقى قاعدين كلنا نلعب مع بعض، هو مش بيلعب معانا، هو بيلعب بالحاجات الموجوده في البيت، الريموت، يطفي ويقيد النور، يبص للمروحه كتير، مفيش اي، ما بيلعبش معانا، هو بيحب لوحده، حتى لما بيكون وسط اطفال برضو بيحب يلعب لوحده. ممكن لو لقى، بتقولك حاجه دقيقه جدا على السجاده يركز فيها، حاجه واقعه صغيره جدا يركز فيها ويجيبها. قلتلك انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي، ودايما لو هو فرحان قوي او زعلان قوي يرفرف بايديه كتير. ده ايه؟ انا اول حاجه اقولها هو سنه قد ايه؟ نفترض ان هو سنه كان دلوقتي 3 سنين. انا ما نعرفش سنه قد ايه، بس لازم اعرف الفتره اللي هو ساعه الولاده لحد 3 سنين كان بيعمل ايه. كان بيعمل ايه؟ هل كان هو قاعد على طول قدام التليفون؟ هل الولد كان ما كانش فيه مشكله؟ ناخد اتصال تليفوني ونرجع نكمل السؤال ده تاني. معانا اتصال تليفوني. مها، الو. ايوه يا مها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا دكتوره رحمه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي دكتوره معايا. انا والله انا لما شفتك انا فرحت جدا جدا، لان حضرتك بجد ليكي الفضل مع ابني. انا ابني كان 5 سنين، كان عند حضرتك متابع، كان متشخص توحد عند دكتور مخ واعصاب. وحضرتك بجد شخصيتي يعني، وما شاء الله يعني ما شاء الله عليكي حطيتي البرنامج. يعني كان في الاول كان صعب ان هو يقعد معانا، كان حتى لما سته او خالته او اي حد يجي من الاهل كان بيخش وبيسيبنا في الاوضه. دلوقتي يعني الحمد لله اتعرف علينا وبقى كويس. يعني بجد بجد شكرا ليكي. شكرا 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 يعني. مش تسلمي. تسلمي يا مها، شكرا لاتصالك يا حبيبتي. اشكر كده الام. ايوه واضح من صوتها ان هي فرحانه قوي. الحمد لله. وده الهدف في الاخر، ودي الهدف من الدراسه، وهدف من التجارب. ده لازم الدراسه والعلم، ما كانش بفيد فيه الحواليه ملهوش اي لازمه. طبعا صح. مش ماشي. طب معانا سؤال تاني، هو كل طفل توحدي هل بيشفى من التوحد؟ او نرجع لسؤالنا بقى تاني، السؤال اللي احنا كنا بنقوله الام ديت ابنها ايه الاعراض اللي انا قلتها لك دي؟ الاعراض اللي احنا السؤال الاول قبل سوري مش مشكله. الاول حاجه هقولها، نفترض ان الولد عنده 3 سنين. هقولها قبل 3 سنين الولد كان بيعمل ايه؟ حضرتك بتحطيه قدام شاشات كتير، ماسك، ما بتتفاعليش معاه، ما بتتواصليش معاه، امتى ظهر الاعراض دي؟ وده مهم جدا. طبعاً طبعاً. لازم اعرف التاريخ المرضي بتاع الولد. صح. علشان اقدر اشخص. صح. لازم اعرف البدايه علشان اعرف اوصل لخطه علاجيه مناسبه. تمام. هقول لحضرتك عرضتيه على دكتور مخ واعصاب، تاكدتي ان هو حواسه سليمه، السمع سليم. تمام. من ساعتها لقينا في مشكله، طبعا
مش محتاجة ان احنا لازم نروح لمراكز التربية الخاصة، متخصصين من ضمن متخصصين يعرف يشخصه الولد ونحط الخطة العلاجية ونقدر نمشي عليها. طيب دكتور رحمة، ازاي الام تقدر تفرق ما بين التوحد وما بين الحرمان البيئي؟ زي ما احنا قلنا قبل كده، التوحد هو اضطراب نمائي. الام نفسها احنا هنيجي نتكلم عن التوحد، يعني لازم تبقى فاهمه الاعراض ايه هي. الولد ما بيتواصلش معاكي، حتى لو هو ما اتفرجش على التلفزيون كتير، حتى لو هو لا، في فرق. احنا ده الخلط بقى اللي بيحصل بينا. أيوة. لا، في فرق ما يكون الولد عنده توحد بقى عنده الاعراض بتاعه التوحد. ان ما بقاش غير قادر على التواصل والتفاعل، حتى لو حضرتك حتى والام جبرت الطفل ده. أيوة. ان هي تحطه في جامعه، في حضانه، في وسط ولاد خالاته، في وسط تيتا وخاله وعمه. برضو لما بتلاقيه حتى وهي اجبرته على ده، طب العب، تلاقيه هرب منها وخلاص، وحس بانزعاج، بيبقى فيه صريخ، بيبقى فيه عياط، بيبقى رد فعله عنيف جدا لانه مش قادر على التواصل، بيبقى فيه حركات اكتئابيه، بيبقى فيه استثارة حسيه، حاجه ان هو بيحب يلمس على طول، بيحب يلمس الناس، بيحب يحط ايده على وشك، يحط ايده على جسمك. هي دي من ضمن الاعراض المهمه عند اضطرابات في النوم. بس الطفل ده بيحب يعمل كده مع الناس، بس ما يتعاملش كده معايا صح؟ يعني ما يحبش حد يلمسه جدا. انا ما هي من ضمن الحاجات دي ان في اطفال ما تحبش حد يحضنها. ما تحضنيش، اتكلمني من بعيد، اقف جنبي، اتكلمني من بعيد. حتى لو لدرجه ان انت حطيت ايدك بس كده، لا، تلاقيه رد فعله ان هو ايه؟ لا، ما تعملش كده، فهمتيني ازاي؟ فهي دي، هي دي الفكره، لازم الام تكون معايه. عشان كده احنا بنقول يا جماعه، اي امهات، مش اي حد يقول لك ان ابنك عنده توحد، لا خلاص، طب هقعد الف لفتي، لا، انت لازم تكوني واعيه وعارفه ايه الاعراض كويس. طيب تعقيبا على كلامك يا دكتور، في دايما دكاتره مخ واعصاب يقولوا للام ايه؟ انت ابنك عنده سمات توحد مش توحد، علشان يقللوا الرهبه والخوف عند الام. ساعات ما الام تسمع كلمه توحد، ايه ده؟ يعني انا ابني مجنون؟ الدكتور ده مش كويس، مش رايحه له تاني، انا ابني مش مجنون. بصي، طب هو ايه الفرق اصلا بين التوحد وسمات؟ هقول لحضرتك، مفيش حاجه اسمها سمات توحد، يا اما الولد عنده توحد يا اما لا. بس بتفرق في ايه؟ في شده الاضطراب التوحد، يعني هل عنده درجه كبيره ولا متوسطه ولا بسيطه، هي دي اللي بتفرق. لكن مفيش حاجه اسمها سمات توحد. هما بيقولوا الام كده عشان يهدوها؟ ايه، لا، بيهدوها بس علشان انا لازم ادي الام، هقول لها انت عندي ابنك عنده توحد بس بدرجه بسيطه. لكن معلش، ما نعممش حاجه غلط ونقعد نقول واحنا معلش، احنا يعني الامهات ايه، انا قلت، فهي بتروح تقول لجارتها، وبتروح تقول احنا بنعمم مصطلح اصلا مش موجود، لها لا، طب تعالي، ده انا ابني طلع عنده سبع. يا جماعه لا، مصطلح غير موجود اصلا، غير موجود اصلا. تمام تمام دكتور. طب عايزين نسال سؤال، يعني الطفل التوحدي والطفل الحرمان البيئي، هل بيبقى عنده مشكله في الكلام او عنده تاخر في الكلام؟ بصراحه السؤال ده مهم جدا. تمام. انا هتكلم عن الطفل الحرمان البيئي. الطفل الحرمان البيئي الاول ان هو قاعد قدام شاشه، قاعد قدام لابتوب، موبايل، خاصه احنا بقينا في المكان، ما فيش في البيت ما فيهوش تليفونين ثلاثه، ما فيهوش طبعا ده كل تبع ده كل طفل الاثنين بالظبط كده. فده اللي خلانا ان احنا علشان الولد يتلهي عنا شويه، فبقى قدام الشاشه دي. طيب حضرتك اسالي نفسك سؤال، او اي ام تسال نفسها سؤال، الولد اكتسب اي كلمه، اكتسب ولا اي مهاره ولا اي حاجه؟ هو قدام شيء عمال ياخد نيرف، هو مستقبل بس خلاص، لكن تعبير، لكن مشاعر، لكن تفاعل خالص، لكن تواصل مفيش. فطبيعي، طبيعي جدا، حتى لما تيجي بتلاقيه بيتكلم، بتلاقي فيه حروف وقعت منه، عمل حرف بدل حرف، ابدال وحذف، بالظبط، عمل حرف بدل حرف عشان نسهل على الام. هتلاقيه حذف كلمه وقال كلمه، هتلاقيه خرج اصلا مخرج الكلام، الكلمه قالها غلط، وممكن تكون مفيش حد فاهمه اصلا غير الام بس، غير الام، حتى تقولي انا فاهمه هو يقصد ايه، بيعبر عن ايه، لكن تيجي تسالي بابا ما تلاقيش، مش فاهم حاجه، تسالي تيتا انت مش فاهم، انت اللي فاهمه له، تعالي قولي لنا اشاراته كمان، بالظبط، تعالي قولي لنا هو عايز ايه. لكن التوحد عندنا ثلاث انواع، ممكن يكون الطفل ده من البدايه عنده تاخر في الكلام فعلا،
او ممكن يكون الولد ده عنده بعض الكلمات، عنده حصيله رفيقة، لكن مش قادر يستخدمها في مواقف تعليميه. يعني ايه؟ يعني هو وامه مش قادر يقول ان انا يا ماما عايز كوبايه، مع انه عارف ان دي كوبايه وعنده الاحتياج ان هو يقول ان هو عايز الكوبايه. ممكن يشد او ممكن يشاور بس اقصى بالزبط. حاجه دي. لكن في ولد ممكن يكون عنده حصيله وبيعرف يتكلم وكان ولد كويس جدا، بس فتره بعد الثلاث سنين حصل له سحب للكلام. بعد كده الام تيجي تقول لك ايه، انا الولد كان بيتكلم كويس جدا وفجاه الولد ما بقاش بيتكلم. بس يا دكتور انا بشوف امهات، يعني كتير من صحابي وغيرهم، وامهات بشوفها تقول لك ايه ده، انا ابني مش بيتكلم، اتاخر في الكلام، انا ابني عنده توحد. هل كل طفل متاخر في الكلام عنده توحد فعلا؟ وفي اخصائيين بيشخصوا ده كده؟ لا 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 طبعا، ما احنا لسه بقول لحضرتك اهو، مش ان التوحد ممكن يكون طفل عنده تاخر في الكلام البدايه، او ممكن يكون عنده كلمات لكن مش قادر يتواصل يستخدمها في التفاعل بينه وبين مامته، بينه وبين يطلب احتياج حتى لو هو بياكل او يشرب، او ممكن يكون بيتكلم وعارف ما عنده حصيله بس في فتره من الفترات حصل له الاضطراب ده، فحصل له سحب للغه وما بقاش بيعرف يتكلم خالص. جميل جدا دكتور، اتفضلي. طيب يا دكتور احنا عايزين نعرف، هو التوحد الطفل بيقدر ان هو يشفى منه؟ له علاج دوائي يقدر ان هو ياخده او جلسات بس يرجع طبيعي ونورمال زيه زي اي حد طبيعي؟ التوحد هو احنا قلنا ان هو اسمه اضطراب نمائي خلل في الجهاز العصبي، ليس مرض. يعني اما لو مرض هيتاخد علاج. بالظبط كده. ايه الفرق بين اضطراب ومرض؟ المرض يعني حضرتك هوصف لك الدواء الفلاني مع الانتي بايوتيك الفلاني مع المضاد الحيوي مع الشراب الفلاني، خدي ثلاث مرات هتخفي على طول، هتبقي كويسه جدا. لكن في فرق بين الاضطراب، هو لم يعني احنا ما لقيناش الحل النهائي، لكن انا بقدر ادرب الولد. وهنا انا بقول حاجه مهمه جدا، التدخل المبكر. يعني ايه اي حاجه لازم تدخل مبكر؟ لازم ان انا الكشف المبكر، ان الام تبقى عندها درايه ووعي بالاعراض وبالتاخر، وعندها عارفه كويس يعني ايه توحد. تقول اول ما لمحت الاعراض دي، الثلاثه اربع من الاعراض دي، وبدات تشك، هنا بدايه التدخل بتفرق قوي. ان صح. السنه الشهر في التدخل بيفرق جدا. كل ما حضرتك عجلتي في التشخيص، كل ما كانت الخطه العلاجيه بتاعتنا اسهل، كل ما كانت تنميه مهاراته بقت احسن، كل ما انا اقدر لو كان عنده قصور في مهاره اقدر انميها كمان احسن. يعني هو ملوش علاج دوائي بس انتوا بتعملوا له شبه تاهيل في بعمل تأهيل. تدريب وبعد كده بعمل تاهيل عشان يقدر يتفاعل معاكي ويقدر يتواصل، وبعد كده باهله طبعا ممكن يقدر يخش مدرسه ويتعامل عادي جدا. طب يا دكتور هو الطفل ده له نظام غذائي معين عايزين نعرفه منه؟ بياكل اكل هو معين؟ هقول لك في زي ما احنا قلنا من ضمن الاعراض بيكون عنده مشاكل في الاكل، بس مش كل الاطفال الحقيقه. بعض الاطفال بيبقى عندها والاطفال تانية لا، ومش والشكوى دي بصراحه ما بتجيلناش كتير. يعني ممكن يكون انا بسال بقول للام، هي بتقول لي مثلا الولد عنده حساسيه من اللبن او من الاجبان، هقول لها لا ممكن تروحي لدكتور تغذيه تعمل لنا تحليل حساسيه وتحليل المنتجات الالبان الجلوتين، لو والله لو عنده حساسيه هنمشي على حميه غذائيه مناسبه، علشان طبعا لازم نحمي الولد من الحساسيه ما ينفعش. لكن ان حكايه الاستمرار على الاكل كقاعده ما بتبقاش موجوده بس كتير. في اطفال بتبقى ماسكه في اكل معين بس يا دكتور، يعني لا ما انا بقول لها حضرتك لا مش احنا عندنا اضطرابات في الاكل، عندنا ممكن بناكل بشراهه ممكن ما ناكلش، ممكن نستقر على اكل معين. ما انا بقول لها في الحاله دي لازم تروح لدكتور تغذيه تعملي لي تحليل، علشان لو الولد عنده طبعا مشكله في ده هنعالجها، ده اكيد ده اساسي وتبقى من ضمن الخطه طبعا العلاجيه بتاعتي. تمام يا دكتور. الطفل التوحدي يا دكتور دايما بيبقى عنده عدوانيه وعنده مشاكل، بيبقى بص لاقيه على طول كده البلطجي بتاع العيله زي ما هم بيقولوا. صح. بيضرب وبيخبط، يعني حتى الام كمان بتبقى مكسوفه انها تخرج بيه او ان هي تروح بيه عند جيرانها او عند اهلها. بصي هقول لك على حاجه، احنا هندرس السلوك العدواني ده، هو قال توحد ممكن يكون عنده ايذاء من الناس شويه او ايذاء عليه او لايذاء للناس الثانيه، بس انا هدرس السلوك اللي ده مش هخص بيه التوحد، معلش. بس انا هقول هدرس ده كانه سلوك ناتج. طب انا عايزه اعرف سبب لكل سلوك، ليه سبب؟
فانا لازم اعرف السبب. لو عرفت السبب اكيد اعرف ان انا ابطل السلوك ده ان هو يتكرر تاني. وده برضه بيبقى من ضمن العيب. لازم تفرق الام بين ان ده سلوك اقدر اعالجه، اقدر اشوف وظيفه السلوك ده ايه. طب هو بيعمل العدوان ده ليه؟ اكيد في سبب. اكيد في سبب. بيعمل العدوان ليه؟ هو ممكن عايز يتفاعل معاكي بس هو فاهم مش عارف العدوان ده كمان. فاهم ان العدوان ده تعبير عن اللعب. هو مش تعبير عن اللعب بس انا بفهمه ان هو ده يعني من ضمن الخطه ان احنا بنعمل مواقف من ضمن الاطفال، وبعد كده علشان نحطها في ضمن الخطه للولد. ونقلل السلوك تدريجيا على مدار الخطه. طيب احلى دكتوره رحمه، استفدنا منك المعلومات دي كلها. عايزينك تحطي نصايح مهمه جدا لكل ام بتشوفنا دلوقتي ابنها عنده توحد او حرمان بيئي، تتعامل معاه ازاي او تتوجه لايه؟ اول حاجه اقولها امنعي منعا باتا عن الشاشات طبعا، اهم حاجه فعلا الموبايل. لان فتره 3 سنين من عمر الطفل دي اهم فتره فعلا. انا بنمي فيها قدرات الطفل، بنمي ذكاء، بنمي انتباه، بنمي ادراك. عايزه ابني طفل سوي، عايزه اخلي انتباهه، عايزه اخليه لما اقول له بص يا حبيبي على ده يبص معاكي، هو ما يبقاش عينيه رايحه جايه على حاجات ثانيه. بالظبط، يبقى فيه انتباه مش طبيعي، يبقى فيه بص زي ما انت حضرتك بصالي كده، حضرتك بصالي هو كمان يبص لي. لما نيجي نلعب سوا هقول لها حضرتك تفاعلي معاه زياده عن اللزوم، زي ما احنا كده بنقول بالغلازي خليكي بامبا معاه، يعني خليكي اتكلمي معاه كل حاجه، تواصلي، اعملي تخيلوا لعبه مع بعض، هاتي لعبه واعملوا اصدار اصوات، اقري قصص. قبل ما القصص على فكره بتنمي من مرحله لما يا جماعه مهارات التفكير. التفكير كمان يعني بتنمي من من ساعة ما يكون البيبي في بطن مامته، حتى لو كان بيسمع. فعلا دي دراسات وابحاث طبعا اتعملت في المجالات دي كتير جدا. بس احنا بنقول اهم حاجة ان الام تبعد عن الكلام ده، لازم تتفاعل مع، لازم نخصص وقت لاولادنا نديهم كل حاجة. الشغل مهم والحياة مهمة، بس الولادنا أمانة، فلازم ان احنا نخصص وقت ليهم. لازم نتفاعل معاهم، ندي جو أسري، ندي دفء، ندي حوار. انا حاسة ان الام فعلا لو عملت اللي عليها زي زمان مش هيكون في كده. طبعا احنا الحاجات دي كلها ظهرت في الفترة الأخيرة، ظهرت كتير جدا من مراكز التخاطب والمؤسسات ذوي احتياجات خاصة. يعني كتير جدا كناش بنسمع عن فعلا الأم مقصرة، مقصرة جدا وعدم وعيهم خالص بالاضطرابات والمشكلات السلوكية اللي ممكن تقدر تحصل لمجرد مشاهدة الولد. أنا عندي أمهات بتقول أنا ابني شخص حرمان بيئي من سن سنة لحد 2 سنة و7 شهور 5 شهور كان بيشوف تلفزيون. قلت لها حضرتك ما بتاكليش؟ قالت لي أنا بأكله وهو قاعد على التلفزيون علشان ما بيفتحش بقه قدام التلفزيون. خدي يا حبيبي المعلقة. صح، خلاص، شكرا يا دكتور، نورتينا جدا جدا على المعلومات الكبيرة جدا اللي احنا خدناها منك دي. وان شاء الله اي سؤال عايزين تسألوه فيه دكتورة رحمة، احنا سايبين لكم الارقام تليفوناتها والبيج بتاعتها، تقدروا تسألوها كل اللي انتوا عايزينه، وهي متواجدة معاكم 24 ساعة. وان شاء الله استنونا في حلقات تانية، ويا رب تكونوا استفدتوا مننا. وبشكر جدا وجودك معانا يا صاحبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.